السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الشعر والجمال والمحبة. الطالب أحمد خيري عبد القادر، جامعة الفيوم، كلية الهندسة. عنوان النص: فاخلع عليك. إهداء إلى الوادي المقدس في حياة كل إنسان فوق وطننا الأكبر الأرض، إلى أمي. فاخلع عليك لأمي، كيف ألقتني بيم الشعر مرتجفة، سأرسو عند قافيتي وأضحي حاميا شرفه، فما ولى له فرعون إلا ساحلي جرفه. لأمي، ما روى الزيتون عن أرض النبوآت، فتى سيضيء ليل الناس أشعارا بمشكاتي، يصلي في القلوب هوى ليهدم معبد اللاتي. لأمي، بسمة في الفجر تعجن فرحة الأيتام، ستخبز في الصباح هوى يسمن أعجف الأيام، لها صحن يضم الشيخ والقصيص والحخا. لأمي، كلما قالوا عن الأهرام إذ وقفوا وطافوا حولها سبعا من الأشعار ما وصفوا، أقاموا ظهرهم عجبا وقالوا أنهم خطفوا. لأمي، أمة البسطاء في أمية الإنسان، تردد مثل طفل ما تلا شيخ من القرآن، وترجع كي تحفظني لتحفظني من الشيطان. لأمي، شاقة الإزميل إذ أدمتني القصعة، لشمس لا ترد الحب إلا صفعة صفعة، أنا من أسرة الإزميل لكن سيد الرقعة. لأمي، خوف يعقوب من الأحزان ذي العصبة، فحلمي ليس يأكلني وكان ضحية الكذبة، زرعت العمر زيتونا فسموه أبا الحربة. لأمي، أن تخبئ طفلها المرصود من عسسي، تقول نبوءة العراف يملك عرش أندلسي، مواويلا تفك قيود من خاف من الحرسي. لأمي، قلبي المنديل إن جادت بدمعتها، تنام الروح عند الباب ما نامت بغرفتها، لها من صهلة الأشواق جيش في قصيدتها. لأمي، أن تسامحني إذا أدمنت قول الشعر، تقول مهندسا تضحي تشيد منزلا للظهر، أقول تفجرت سهوا ينابيع بهذا الصهر.